رمضان مبارك سعيد للجميع. انا بالنسبه للدراري اللي كله فرحت مرحبا على سنتين، الله يبارك فيكم واللي غلاني مرحبا من جديد بحال سليم وبحال الاخوان اللي تصلنا في البي ام هذه. وان دلوا فانما يدل على المحبه السابقه. كنقول لكم تنمرت نون بلاء فولكين. اما بخصوص المسابقه ديالنا فان مسابقة ثقافية كنحاول من خلالها نتعرفوا على أهم شخصية عندنا في التاريخ، هي شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. واش كاين جود فويس بعدا ولا ما كاينش؟ واش كاين جود فويس ولا هذا بوحدي؟ واش كاين جود فويس أوي؟ إيوا مزيان كاين جود فويس. غادي نحاولوا نتصلوا بصد ديامنت باش تشارك معنا المسابقة إن شاء الله. نشوفوا واش حاضرة معنا بعدا باش تكمل معنا المسابقة. وكنرحب بالجميع اللي حاضرين معنا من كما قلت من الفوق حتى لتحت بدون استثناء، حتى واحد ما غادي يستثنيو، حتى واحد ما غادي يقولوا ليه لا، نقولوا ليه مرحبا بكم في المسابقه ديالنا. الو السلام عليكم. السلام عليكم. كنسمعوك كنسمعك بعدا وكنشوف الاخوان واش كيسمعوك ولا لا. كاين بروز كاين بروز كما قال اول فولكين، حنا اليوم في حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التعرف عليه على جوانب من حياته ومن شخصيته الى كيف صار الله في ذلك ان شاء الله. غادي نحاولوا اول حاجه غادي نعطيكم واحد النص من خلاله تقولوا ست ديامانت، كيهضر على المولد النبوي الشريف. غادي نعطينا واحد مقطع من سميتو من الولاده ديالو ان شاء الله، ومن بعد غادي نطرح عليكم الاسئله. ومن ما تنساوش باللي اللي فاز معنا غادي يفوز معنا ب 20 درهم تابعه ديال 20 درهم ان شاء الله، غادي تكون حافز ليه باش مره اخرى يشارك معنا. يلا دوزو ديال من انت المايك معاك. قلت لك المايك معاك ورا معنا ما عندك. اذا اللهم صل وسلم وبارك على النبي الامي سيدنا محمد المختار وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين المبعوث رحمه للعالمين، شفيع الامه وكاشف الغمه ومجلي الظلمه. انه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وخاتم الانبياء. ان شاء الله اذا سمحتوا غادي نبداو بالنسب ديالو صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن غارب بن فهر بن النضر بن كنانه بن خزيمه بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. كان من عشرة عندي أنا أيه. ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. ايش اللي فوت بدا؟ كيف الجود فويس؟ كيف الجود فويس؟ كنسمعوك. إلا الجود فويس ودات الديامانت، هي كمل. نسب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كنا تركنا ليه في واحد الفقرة شحال هادي، وكنت اقترحت على الإخوان أنا نحفظوه. وعلاش لا؟ علاش لا نحفظوه؟ واخا ماشي كلو نحفظو منو غير هاد الأول بحال دابا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب. كل واحد على حسب ما تيسر لي قدر يحفظو راه مزيان وفيه خير كبير. أنا نحفظو الناصب ديال الرسول ديالنا، من الأحسن أن نحفظو أسميات أخرين وراكم عارفين. من احسن من احسن اول فولكين بغيت نهضروا على واحد المقطع على الحياه ديالو بشكل عام ان شاء الله.
ان شاء الله علاش لا تبادر باي بطريقه اللي يمكن المعلومات توصل بها ماشي ممكن كلشي ممكن هذا الديماني نخليو المسابقه هي الاخرى تعطينا المعلومات اللي عندك ان شاء الله وغادي نكملوا المسابقه غير اذا هو خير الله خير ما خلق الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة باهرة فإن كل مكروه وقع له صار محبوبا مرغوبا فإن تكذيب قومه له ومحاربتهم إياه كان سببا في إقامة سوق الجهاد ومناصرة الله والتضحية في سبيله فكانت تلك الغزوات التي نصر الله فيها رسوله فتحا عليه اتخذ فيها من المؤمنين شهداء وجعلهم من ورثة جنة النعيم لولا تلك المجابهة من الكفار لم يحصل هذا الخير الكبير والفوز العظيم ولما طرد صلى الله عليه وسلم من مكة كان ظاهر الأمر مكروها ولكن في باطنه الخير والفلاح والمنة فإنه بهذه الهجرة أقام صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام ووجد أنصارا تميز أهل الإيمان من أهل الكفر وعرف الصادق في إيمانه وهجرته وجهاده من الكاذب ولما غلب عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أحد كان الأمر مكروها في ظاهره شديدا على النفوس لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوق الوصف فقد ذهب من بعض النفوس العجب بانتصار يوم بدر والثقة بالنفس والاعتماد عليها واتخذ الله من المسلمين شهداء أكرمهم بالقتل كحمزة خير الشهداء ومصعب سفير الإسلام جميل جدا وداك الديانة صلى الله عليه وسلم دزلين تتبع التدعوات دزلين تتبع الأشياء اللي هي مجابعة وكثير من الأشياء كان يذوق المشركون واليهود والنصارى أشد الإيذاء ويذوق صنوف البلاء من تكذيب ومجابهة ورد واستهزاء وسخرية وسب وشتم واتهان بالجنون والكهانة والشعور والسحر والشعر والافتراء صلى الله عليه وسلم ويطرد ويحارب ويقتل أصحابه وينفر بأتباعه ويتهم في زوجته ويذوق أصناف النكبات ويهدد بالغارات ويمر بأزمات ويجوع ويفتقر ويجرح وتقتل ثنيته ويشج رأسه ويكتب عمه أبا طالب الذي ناصره وتذهب زوجته خديجة التي واسته ويحصر في الشارع حتى يأكل هو وأصحابه أوراق الشجر وتموت بناته في حياته وتسير روح ابنه إبراهيم بين يديه ويغلب في أحد ويمزق عمه حجر وتعرض صلى الله عليه وسلم لعدة محاولات اغتيال ويربط الحجر في بطنه ويربط الحجر على بطنه من الجوع ولا يجد أحيانا خبز الشعير ولا رديء التمر ويذوق القصص ويتجرع كأس المعاناة ويزلزل مع أصحابه زلزالا شديدا وتبلغ قلوبهم الحناجر وتعكس مقاصده أحيانا ويبتلى بتيه الجبابرة وصرف المتكبرين وسوء أداب الأعراب معه وعجب الأغنياء وحقد اليهود ومكر المنافقين وبطء استجابة الناس له وعجب أن كل هذا أن تكون العاقبة له في النهاية والنصر حليفة والفوز رفيقة صلى الله عليه وسلم فينصر الله دينه وينصر عدله ويهزم الأحزاب وحده ويخذل أعداءه ويكتبهم ويخزيهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون جميل جدا هذه إخواني نبدأ
عامة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نكتة خفيفة عن ما مر به مع المشركين وكيفية أخذه الرسالة، توصيلها لنا. يعني لولاه صلى الله عليه وسلم ما وصلنا للإسلام، ورد القرآن كله الإسلام، فصلى عليه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. تديمنت شكرا جزيلا على المعلومات اللي عطيتينا على النبي، اهم شخصيه دازت في التاريخ. غادي نمشيو ان شاء الله مباشره على نمشيو للمسابقه. تنمير تيفولكين، واش نتوما فايقين معنا ولا كلشي ناعس؟ ما فهمتش انا واش بان باقي فايقين ولا ناعسين. يلا شويه ديال الناصرات، شويه ديال غود فويس، هادشي اللي بغينا، هادشي اللي بغينا. رسمو كي. وعليكم السلام ورحمه الله. كناكلو حافظه كتعلق، قلنا كناكلو. غادي نمشيو ان شاء الله مباشره للمسابقه ديالنا على شخصية بارزة وأهم شخصية مرت في التاريخ، وهي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. حفظة ضرب الله على كرشها، ولكن ما نديوش عليك. يلا فاطرة، كل شيء ممكن. أو حفظة كل شيء ممكن. غادي نمشيو للمسابقة ديالنا. أول سربية صاحبي واخا باش نحسن السكور، غادي يكون عند مريم. يلا دازت الديامانت غادي تكون عندك سكور، يكون عندك سكور. وغادي نمشيو لأول سؤال في المسابقة ديالنا اللي كيقول، غادي نحاولوا ما أمكن تعرفوا على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا سؤال سهل، ولكن بغينا كتمهيد للمسابقة، وإنما سؤال سهل، بغينا تاريخ ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. التاريخ باليوم والعام، صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. امون هو اللي كيجاوب الجواب الصحيح، هو اللي عنده الجواب الصحيح. هذا نحسبوا امون هو اللي عنده الجواب الصحيح. امون تلقيتي زوين، عارف الاسئله كتكون سهله، وانما باش نكونوا نديروا تمهيد للقمات اللي سمعتنا، غادي سمعتنا باش يكونوا تكون عندهم واحد فكره على الرسول صلى الله عليه وسلم. غادي نمشيو للسؤال الموالي، السؤال الثاني. يقول غادي نمشيو سؤال عادي وسؤال سهل جدا. ما هي والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هي اسم والدة الرسول؟ اسم والدة الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل هي أمينة. عندكم عندنا أمون، أمينة بنت وهب هو الجواب الصحيح. أمينة حبذا، لو أمون كتب علينا بسطر واحد حبذا، لو كان هو كاتبها بسطر واحد، ولكن نحسبوا له الجواب. أمينة بنت وهب، أمينة بنت وهب، هذا هو السؤال الثاني. غادي نمشيو للسؤال الثالث، إلى أي قبيلة ينتمي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى أي قبيلة ينتمي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قبيلة قريش، قبيلة قريش. يعني جماعتنا أشوال التنقيط تزوان، جماعتنا أشوال. قبيلة قريش العدنانية هو الجواب الصحيح. قبيلة قريش العدنانية هو الجواب الصحيح. وغادي نرجعوا للنسب ديالو، كما عطات النسب ديالو قبيلة معلومات على النسب ديالو. إن شاء الله غادي نرجعوا للنسب ديالو في هذا السؤال، وغادي نقول إلى من يرجع نسبه عليه الصلاة والسلام. إلى من يرجع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
النسب ديالو، النسب ديالو الى من يرجع. نشوفوا شكون اللي جاوب. جاوب بيتنا امون هو اللي عنده الجواب الصحيح. يرجع النسب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الى اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام. اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام هو الجواب الصحيح. تنقيت كنظن تسكرت ترجمتنا امون. برافو امون، برافو امون. غادي نمشيو للسؤال الموالي. دائما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والسيرة الذاتية ديالو، من هو او من كان الكفيل والحزن او الواقي للرسول صلى الله عليه وسلم، كان كافله وواقي من شرور قريش وكفارها؟ اريد جوابا ان شاء الله. نشوف شكون اللي غادي يجاوبني. هذا الجواب عمه عبد المطلب. لا ماشي عمه عبد المطلب. غادي نحسبوا الجواب ما دماغ عمي هو اللي عنده الجواب الصحيح. جده عبد المطلب، كان قال حال جده عبد المطلب هو اللي عمي هو اللي كان تيحميه وتيسانده، رغم انه ما كانش كيامن به. ومات كافر ومات على دين الاصنام والاوثان، ولكنه كان بمثابة لوجاء للرسول صلى الله عليه وسلم، كان كيحميه حيت كانت قرابة ديال الدم وسميتو بزاف ديال الحوايج كانت قريبة ليه، داكشي علاش كان تيحميه. غادي نمشيو للسؤال الاخر. بغيت سؤال على مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية. جميل جدا امن، معلومات زوينة على الرسول صلى الله عليه وسلم. غادي نقيلو النقطة الموالية لامن واللي عنده الجواب الصحيح. النقطة الرابعة لأمون. النقطة الرابعة وجميل. يلا يلا الإخوان، يلا أمون دار النقطة الرابعة. أي باش نخبركم راه ما غاديش نوصلوا حتى أي نوصلوا 15 سؤال غادي نحبسوا المسابقة. 15 سؤال غادي نحبسوا فيها المسابقة، وغادي نعطيو الجائزة لقماتنا الأول اللي غادي يكون في الصدارة إن شاء الله. غادي نمشيو العمل اللي كان سيقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم به بيضمن العيش او اللي ماشي كيما نقولوا يترزق الله. التجارة، التجارة، راعي غنم، راعي الغنم عنده ثمات نختلف عديد. والجواب الصحيح كان ترعى الغنم كباقي الانبياء عليهم السلام، كلهم تقريبا كلهم كانوا يرعون الغنم، كانوا يحترفون برعاية الغنم لما فيها من الخير وبزاف. عندنا نشوف السؤال الموالي. يقول ما هي الحرب، ما هي الحرب التي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته؟ فاش كان صغير، ما هي الحرب التي اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاش كان صغير، فاش كان صغير، كان صغير، كانت واحد الحرب كانت في مكة وشارك فيها الرسول وهو ما زال صغيرا. حرب الفجار او الفجار او الفجار بمعنى ياسمين هي اللي عندها الجواب الصحيح. النقطة الأولى لياسمين وجواب صحيح. برافو ياسمين. برافو ياسمين، برافو تبارك الله. برافو دي ياسمين على الجواب الموالي. غادي نمشيو للسؤال الآخر. هذا سؤال شوية صعيب، ولكن غادي نمشيو شوية بشوية نتقدمو في الأسئلة ودرجة الصعوبة ديالها. كم كان عمر الرسول، كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سافر الى الشام لأول مرة؟ كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سافر الى الشام لأول مرة وكان ذلك مع عمه ابي طالب؟
الأجوبة ظهرات والجواب الصحيح غادي نحسبوا التحديد 12 سنة، كانت عنده 12 سنة وسافر باش يتعلم التجارة لأنه كان تاجرا ممتازا في مجالات التجارة. جميل جدا التحديد. كنظن عند النقطة الثانية اللي كانت الديامانت غادي نمشيو للسؤال الموالي. ما اسم الراهب؟ الراهب تعرفون الراهب؟ ما اسم الراهب الذي رأى خاتم النبوة بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد الراهب رأى خاتم النبوة بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغيت هاد التسمية ديال هذا الراهب شكون هي؟ شكون هو؟ شنو سميتو؟ ورقة بن عمي؟ لا، بلال سليمان الفارسي؟ لا ماشي سليمان الفارسي، اسمه جا شكل جا السمية ديالو في شكل شوية باش تزنو على تمشيو لها بعيد. اسمه باحيرة، عنده سمعتنا ياسمينة. برافو ياسمينة، اجوبتك جميلة جدا. باحيرة ديال ياسمينة، تنتمنى لك التوفيق باش تلتحقي بالمراكز الاولى. غادي نمشيو لسؤال 12. وصلنا للسؤال 12. ما هو لقب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقب ديالو، ما هو لقب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقب الرسول صلى الله عليه وسلم ابو القاسم. هذه كنيا انا كنقلب على اللقب، كنيا ابو القاسم، ولكن كنقلب على اللقب ديالو. الامين عندكم عندنا اموش صافي. لا اسوال اسوال هي اللي عنده الجواب الصحيح. اسوال الصادق الامين عندكم عندنا اسوال. برافو اسوال الصادق الامين، نظرا لصدقه وامانته قبل ان يبعث نبيا. غادي نمشيو للسؤال 13. ما هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه؟ اشنو هو العمل اللي كان تيدير في الشباب ديالو؟ تاجر عندكم عندنا امون، تاجر التجارة، كان يعمل في التجارة. برافو عندكم عندنا امون. وغادي نمشيو ل المقترب الخامس لامون. غنمشيو للسؤال الموالي، السؤال 14 هذه المرة. ما هي أول زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم، أسئلة سهلة ولكن تعتمد على السرعة كما ذكرت. ياسر ديامانت، خديجة بنت خويلد، عندي اسمها تغدى سعيد، خديجة بنت خويلد، ونعم الزوجة ونعم الزوجة. صبر خديجة بنت خويلد. لا سبقاتك ود امون، سبقاتك تسعيد هي الاولى، انا كملتها. لا سبقاتك ديما تنقول لك اعطيني الجواب الاول، كتعطيني جواب ناقص، دي كان سبقاتك. خديجة بنت خويلد تسعيد هي الاولى قالتها، عاد تابع عمي، عاد حفيدة، عاد نتايا. اوكي عاد تقتل سميرة. خلاص قل اكتب لي شي حاجه ما كاينه عمي. قال لي الصراحه تقصر فايق 120 هذيك. غادي نمشيو فين خلينا؟ السؤال 14 واخر سؤال هو سؤال 15. من هو الذي وصف أمانة وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة؟ واحد السيد دخل خديجة باش يوصف لها الاخلاق ديال الرسول، بحال قلتي هو اللي ورى ليها الرسول باش هكا طلب منه الزواج. شكون هو هذا السيد؟ هو علاش كنقلب بحال كتقول لي مشى ورى الحوايج زوينين على الرسول لخديجة باش تمشي وتطلب منه الزواج. هاد الناس هاد السيد راه ما مذكورش بزاف، ما معروفش، قليل ميسرة. ميسرة عنده تمات ياسمين، هو الجواب الصحيح ميسرة. أبو ياسمين، ياسمين عنده 4 نقاط، أبون عنده 5 نقاط. يمكن تزيد سؤال فصل الأول؟ نزيدو في السؤال، نزيدو سؤال فصل. حطوا بين أبون عنده 5 نقاط وياسمين عنده 4 نقاط. أشوال عنده 2 نقاط، عمي نقطة وتسعيدين عنده 3 نقاط.
واخا لا ما قلتي عيب نزيدو نزيدو سؤال اخر للفصل بين الاخوان المسؤولين عندو الجوز عندي يقول لك ثلاثة توكل ياك توكل لا ولا نتقال له حسابه يلا يديكم على الكرافي سؤال سهل يلا يديكم على الكرافي سؤال سهل سؤال سهل جدا سؤال سهل جدا كم كان عمر النبي عندما تزوج خديجة شحال كان عمر النبي فاش تزوج خديجة فاش كان راه قال عمي هو اللي عنده الجواب صحيح 25 سنة الجواب صحيح عند قماتنا عمي هو اللي عنده الجواب صحيح غادي نعاودو نزيدو سؤال اخر تنشوفو شكون تنشوفو الاخر اللي يجاوب عليه امون ولا ياسمين هو اللي عنده الجواب صحيح علاش ما عنديش ياسمين انا كنسجل البنات ما تقلقش امون لا ماشي مشكل الا كنتي كتسجل البنات انا نسجل الدراري ماشي مشكل امون واقيلا عنده نو فويس امون عنده نو فويس واقيلا واش كاين جود فويس الدراري كاين جود فويس كاين جود فويس واش كاين جود فويس الاخوان اللي ما عندهمش اللي ما عندهمش نو فويس يحاولوا يخرجوا يدخلوا عرفتو الصوت خرج ودخل نو خرج اريد يدو الصوت اريد تبي او اريد تبي يقول فويس امون اللي بغينا يقول فويس هذا الدا ايوا على سلامت كامون اللي كنا كنقلبوا ليه على على يقول فويس راجع يلا امون امون راه اليك الجواب ياسمين يديك على الكلافي امون يديك على الكلافي يديك على الكلافي والاخوان كذلك يديكم على الكلافي كاملين غادي نمشيو للسؤال اخر كم عدد الاولاد الرسول من البنات والذكور كم عدد اولاد الرسول من من الذكور والاناث اولاد الرسول من الذكور والاناث سبعه عند جماعه اموش سبعه عند جماعه اموش هو اللي عنده الجواب الصحيح اموش هو يلتحق بالكوكب الاولى عند جماعه اموش يلا تسمع الجواب ديالك امون باش تربح انا كنت زي امون بغيت منكم اسماء الاولاد ديال النبي اسماء الاولاد كاينين ثلاثة بغيت تقولهم لينا في سطر واحد عنده ثلاثة الاولاد ثلاثة ذكور بغيتهم ثلاثة عبد الله القاسم وابراهيم غنشوفوا واش هو هذاك الجواب ولا لا عبد الله والقاسم وابراهيم واخيرا امون هو اللي عنده الجواب صحيح شوف امون اش ولد واحد لا كاين عبد الله وابراهيم والقاسم ابو القاسم وكان معروف الرسول صلى الله عليه وسلم بابو القاسم قال لك كاين طاهر لا ما كاين طاهر لا كاين ثلاثة ابراهيم والقاسم وعبد الله وابراهيم والقاسم والجواب صحيح عند جماعة امون كنحييك يا امون شحال عنده؟ ست نقاط شكون اللي تابعو شحال عنده؟ اللي تابعها سيدي بين ياسمين شحال عندها؟ أربعة نقاط إذا غنعطيو الجائزة لقمات أمون ياك عطيني ثلاثة الأسئلة 15 دقيقة يتحركوها أمون عن جزارة وتحقق واخا أنا قلت لك زدت في الأسئلة باش تاخذ ياسمين بنت ولكن هذا جزء ياسمين هو اللي كنت يجاوب في الأول هو اللي كان لا امون امون انا معاك اخويا كنشجعك انا معاك ما تكعاش درنا بنتو ولد غنشجعك انا ماشي مشكل واخا تقلق ياسمين ماشي مشكل هذا تقلقات ياسمين مروز بيا ياسمين السيمانة الجاية ولا السبت ان شاء الله السبت ان شاء الله غادي نبداو عاوتاني ونديرو المسابقة ديالنا يلا يا سيد تبدي ما تمازال عندك شي معلومات ولا شي حاجه تفيدينا بها؟ لا الا كنا خاطب عليكم وما دخلناش عليكم نزيدو معاكم ما كاين حتى مشكل. الا كنت غير تزيدي معلومات فمرحبا مازال معلومات ما كرهناش نزيدو مازال نتعرفوا على الرسول ديالنا صلى الله عليه وسلم. اذا كانت اذان صاغيه فلماذا نتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر؟
زيد تل 12 لحسن قال لك زيد تل 12 ايه علاش لا زاوية تل في الغار تل في الغار دي فكر لي الصبح تعامل زيد تل الصبح غادي نقول لك سيدي ندوز عام وأم راضي لك داك الشيء ديال دوزها مرة غتربح معنا طوموبيل وفيلا ودار ومرا و تبارك الله غير خطر وما كاين والو دابا درت أمل لا غنسيت لي دابا غادي نخرج إن شاء الله غادي نسيت لي